مرحبا. طائر الغواص من الطيور المائية الموجودة بأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وسواحل المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحيرات والبرك والممرات المائية المختلفة. طائر الغواص وهو واحد من الطيور النهارية وآكل اللحوم وبيعيش للثلاثين سنة بالبرية، وهو من الطيور الممتازة بالسباحة وبتفضل أنها تبقى بالماء معظم وقتها، وما بتزور اليابسة إلا بوقت التعشيش أو بحالات الإصابة الخطيرة. نرجع لأخبار الأصناف. عم يبقى صيفي معتدل وصحو بشكل عام، مترافق مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وعم يكون سديمي حار نسبيا بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فعم تكون حول معدلاتها بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون غربية لجنوبية غربية معتدلة، بترافقها هبات نشطة أحيانا، سرعة عم توصل ل 25 كيلومتر بالساعة، الرطوبة عم تتراوح بين 50 و80%. أما البحر فعم يكون خفيف لمتوسط ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 25 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة سوريا دمشق. عم يكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تسجل الدنيا 17 العليا 35. أما كيف عم يكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية رح ننتقل سوا لنشوف. بالسويدة بالجنوب طقسنا صحو مشمس أيضا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة درعا بين 18 و35 درجة، وطقسنا عم بيكون قليل الغيوم. بالقنيطرة درجات الحرارة عم توصل لل 31 درجة. بالمنطقة الوسطى بحمص وحماة طقسنا مكفي غائم جزئيا، ودرجات الحرارة عم تتراوح بحمص بين 20 و35، وبحما عم توصل لل 36 درجة. على الساحل بطرطوس واللاذقية طقسنا مكفي قليل الغيوم، ودرجات الحرارة عم تتراوح باللاذقية بين 23 و28 درجة، وبلواء اسكندرون عم توصل ل 27. اما بالمنطقه الشماليه بحلب وادلب فطقسنا عم بيكون بشكل عام صحو مشمس، ودرجات الحراره عم تتراوح بين 19 و 33 بادلب، وبحلب عم توصل لل 35. اخيرا بالمنطقه الشرقيه رح ننتقل سوا لنشوف طقسنا كيف عم يكون. رح نبدا بمدينه الرقه، مثل العاده جو عم بيكون سديمي حار، ودرجات الحراره فيها عم تتراوح بين 23 و 37 درجه، وبالحاسكه درجات الحراره عم توصل لل 39 وطقسنا مكفي سديمي. اما اخيرا بدير زود درجات الحرارة كمان عم توصل لل 39 وطقسنا مكفي سديمي حار. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.